ما تجادل عن جهل، بدك انت انسان يجي يصلي يا اخي دغري مباشره انت تطلع معه تارك الصلاه كافر. ليه هيك؟ عشان تارك الصلاه كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. طب بالنسبه للعلماء اللي ما كفروا تارك الصلاه اللي هن الجمهور، شو ادلتهم؟ شو بعرفني انا بدلت اللي بيكفروا بخصني. الهوى احيانا يكون في التساهل، بعض الناس بيتساهلوا لاقصى درجه، فإذا وافق الدليل تساهلهم يا أخي يسروا ولا تعسروا. هاي رب النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك هيك، يسروا ولا تعسروا. ما عم بيجي يصلي الجمعة بالمسجد يا أخي، يسروا دائما صلي بالمحل مش مشكلة. يا أخي بالنسبة لزوجتك عم تطلع مكياج وكذا يا أخي يسر دنيا، يسر مش عسر. يسلم لي ما شاء الله شو الدين اللي عندك. هاي والله يسر، هاي والله الدين يسر. بسلم وبصافح الدين يسر مش عسر، وبطبطب والدين يسر. وين صار الدين هون؟ يسروا ولا تعسروا بالأمور التي يسرها الشرع مش عزوءك. وبعض الناس الهوى عندهم بالشدة، بشوف وين في كلمة بدعة كيف عليها. بس هذا الدين يعني، بشوف الشيخ ابن عثيمين قال عن هالمسألة بدعة، والشيخ الألباني قال لا منا بدعة. لا هون الحق مع الشيخ ابن عثيمين. طب ليه؟ بس عشان الشيخ ابن عثيمين بدعة. المسألة اللي بعد الشيخ الألباني قال بدعة، بس الشيخ ابن عثيمين ما قال بدعة. لا هون الحق مع الشيخ الألباني. ليه؟ عشان قال بدعة. فحب كلمة، بحب كلمة بدعة، بحب كلمة معصية، بحب كلمة شرك، بحب كلمة كفر. أو في بعض الناس بحب كلمة حديث ضعيف. طب غير من العلماء صح؟ لا ضعفوا فلان عشان ضعفها الشيخ الألباني. طب حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة حسنوا الشيخ الألباني بس ضعفوا الشيخ الحويني. لا بجي أنا للشيخ الحويني بهالمسألة عشان ضعفوا. قد ما فينا نضعف أحاديث، كلمة حديث ضعيف، كلمة بدعة، كلمة كذا، وآخر شيء بتطلع نحن في غربة الإسلام. لا يا أخي مش هيك، بدك تشوف الدليل. الدليل دلك على التساهل بهذه المسائل. يعني صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لا دين يسر، فيك تصلي هيك، فيك تصلي قاعدا، فيك السنة تصليها قاعد، ما قدرت توقف تاخذ نص أجر القائم. لا أبدا. طب ليه؟ فيك ما أحسن ما تصلي. دنيا عواصف وشتاء وكذا وحاجة حتوحل، فيك تصلي بالبيت. لا بدي بالمسجد. ماشي أجرك أعظم، بس ما تلزم غيرك اللي ما صلى صلى بالبيت تعتبره والله شو ليه مع النسوان أنت وكذا. هذا رخصة من الشرع إنه في صلي بالبيت. نحن بنشوف وين الدليل بنمشي وراه. كان فيه تيسير يسرنا، كان فيه تشديد شددنا.